هذه السنة ضبطنا كل الأمور لأول مرة، ترى الأسواق الرحمة موجودة بكثرة بأسعار معقولة وهذا شيء إيجابي. والأمر الثاني فيه كلكم تعرفوا أن بداية شهر رمضان دائما تعرف ضغوطات بعض الأسعار، والحمد لله بالتعاون مع إخواننا في الدرك والشرطة، بالتعاون مع زملائنا في وزارة الفلاحة، وبالتعاون مع القطاعات الأخرى استطعنا أن نربح هذا الرهان. وهذا 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 الرهان يعني يعني من ناحية الكم ولا مادة نقصت في السوق، يعني التمويل كان 100% في الأسواق في 58 ولاية. في بعض الضغوطات على بعض المنتوجات من ناحية الأسعار، الحمد لله أن نتحكموا فيها وأسعارها هي ترجع إلى أمورها العادية. هناك مشكل الفوترة. لا شوف، قضية الفوترة ليست قضية 2021، قضية الفوترة عندها أكثر من 40 سنة. يعني من غير المعقول أنك تغير نمط اجتماعي، نمط تفكير، نمط تسييري، نمط تجاري للناس تألفت عليه منذ أكثر من 40 سنة تغيروا في شهر أو شهرين. هذا يدخل في إطار أخلقة العمل التجاري إن شاء الله مع الوقت بالتعاون مع أخوانا التجار، بالتعاون مع جميع المتعاملين الأخرى سنصل إلى أخلقة العمل التجاري من ناحية الفوترة والأسعار وغير ذلك. صح. شكرا.